مرحبا، معكم غفران من كلينيك بلاست بإسطنبول. اليوم جيت لأعطيكم فكرة عن طريقة من الطرق اللي بنستخدمها لتجميل الوجه والعناية بالبشرة، وهي حقن البلازما أو المعروف عنها بالبي آر بي. فقد تعد هذه الطريقة في العلاج من الطرق الحديثة والآمنة لتجميل الوجه، فهي ليست علاجا كيميائيا ولا مصدرا خارجيا لمادة مجهولة. توجد البلازما كواحدة من مكونات الدم الأساسية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والهرمونات، وهو السائل الذي يتم استخدامه داخل الإبر الدقيقة جدا المستخدمة للحقن. في هذه الحالة علاجك المستمد من دمك يجعلك متأكد من سلامة المصدر، فقد يتم سحب كمية مناسبة من دم المريض. بعد ذلك يعالج هذا الدم باستخدام هذا الجهاز الخاص الذي يتم فيه فصل البلازما من الدم، فهي تحتوي على نسبة هامة من الخلايا الجذعية بداخلها التي تحفز الأنسجة المتضررة وتحولها من حالة ثبات لحالة نشطة بإنتاج خلايا جديدة، وتحفيز البشرة وما تحتاجه لإنتاج الكولاجين وإعادتها لحالتها الأولى واستعادة نضارتها وملء التجاويف التي تسببها التجاعيد فيه، فيقل ظهورها وتأثيرها على الشكل العام للبشرة. تمكننا من إزالة الهالات السوداء تحت العين، ومع الوقت ومع عدد الجلسات التي تتحدد حسب حالة البشرة تمدنا بنتائج مذهلة، ويظهر الجلد براق نظرا باختفاء الفروق اللونية فيها والشحوب، وتكون البشرة جافة ونحيلة كأنها على وشك التمزق إن جذبتها بقوة، لكن هنا تعود إلى قوتها وقوامها ونظرتها مرة ثانية.